السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سينجي مقدم من قناة انمي ستوري. اليوم عدنا لكم بفيديو جديد وهو تكملة لأحداث قصة ماسارو ورحلته ليصبح قويا كي يحمي الثروة التي تركها له جده. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، وأيضا تحدي اليوم هو أن نوصل المقطع لمية لايك وهذا دعما لنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم أجدد الإنميات وتلخيصاتها. شكرا لكم على الدعم. ولنبدأ، وصلنا في أحداث الحلقة الماضية عندما كان ميسارو مختطفا من قبل عمه، وكان كل من شيراغاني ونيرومي يبحثان عنه بكل ما أتي من قوة. والآن لنكمل أحداثنا. ينجح في النهاية عمه باختطافه، ثم يبدأ كل من نارومي وشيراغاني بالبحث عن ميسارو في جميع الأماكن إلى حين اكتشافهم مكان احتجازه، حيث يتبين أن عمه الجشع هو من قام باختطافه واحتجازه عنده، وحيث يأمل عمه بأن ينهي على مساره وبذلك يمكنه أن يأخذ كامل الثروة التي تركها له جده. ولكن نيرومي وشيراغاني لم يهدرا الوقت، وبكل تأكيد حيث تم شن هجوم من الأسلحة النارية من جهة الباب الأمامي وقضيا على كل من وقف في طريقهما. وفي الأحداث اللاحقة تشتعل النيران في المبنى وهو ما يتسبب في انهيار السقف على نيرومي ومسارو، ولكن نيرومي يحتضن مسارو ويحميه من الحطام والنيران. وعندما تخمد النيران في المكان يفتح مسارو عينيه، ولكنه لا يجد سوى يد نيرومي التي حمته إلى آخر لحظة دون وجود أي أثر لجسد نيرومي الحقيقي في المكان. يتعرض مسارو لصدمة نفسية كبيرة بسبب ذلك المشهد، وهو ما جعله يبكي بحرقة شديدة. وبعد تلك الحادثة يتحول مسارو إلى شخص مختلف تماما عما كان عليه في السابق، حيث أنه قد أخرج النسخة الأكثر شراسة من نفسه بعد أن شهد وعانى كثيرا من كل الآلام والعذاب والبؤس، إضافة إلى خسارته لأعز صديق كان عنده، وبينما كان يوفر الحماية له أيضا فقده خلال ذلك. ولكن ذلك ما يعتقده فقط، لأن نيرومي لا يزال على قيد الحياة في الحقيقة، حيث أنه فقط خسر تلك اليد في مكان الحريق، ليتبين لاحقا أنه كان على وشك الهلاك لولا تدخل شخص يدعى كريستوف وإنقاذه له. وبعد ذلك يتمكن نيرومي من استعادة يده عن طريق يد اصطناعية جديدة تحتوي على أسلحة مخفية بداخلها. ولكن المشكلة الوحيدة التي بدأ يعاني منها نيرومي هي فقدان جميع ذكرياته الماضية، ولقد نسي أصدقائه القدامى بالكامل ماسارو وشيراغاني. وفي نفس المستشفى يشاهد نيرومي أطفالا يعانون من نفس مرضه وهو مرض زونافا. يسأل نيرومي كريستوف عما إذا كان الأطفال يعانون من نفس مرضه، ويرد عليه كريستوف بكشف حقيقة مظلمة عن هذا المستشفى، وهو أن جميع المرضى فيه يعانون من نفس المرض، ويتضح أن هؤلاء المرضى قضوا وقتا طويلا يبحثون عن علاج له، ولكن الحظ لم يحالفهم أبدا، وأن العلاج الوحيد لهذا المرض كان شيئا يطلق عليه اسم أكوافيتاي، كان قد صنعه كيميائي منذ مئات السنين، ولكن لا أحد يعلم كيفية الحصول على ذلك المحلول. ومن ثم يكشف مدير المستشفى أنه يمتلك قارورة واحدة فقط من هذا العلاج، ويعطيها لنيرومي من أجل شفائه من هذا المرض، حيث شعر بالأسى حيال ضعفه وبأنه لا يستطيع صناعة أو إيجاد المزيد لمساعدة بقية الأطفال. وفي تلك الأثناء يعود مسارو رفقة شيراغاني إلى المدرسة وكأن شيئا لم يحدث. وعندما أتى سيرك متنقل إلى قريتهم طلب مسارو من شيراغاني أن تظهر مهاراتها البهلوانية لأنه سبق لها أن شاركت في سيرك من قبل، وبكل تأكيد وافقت على طلب مسارو، وتترك صاحب السيرك في دهشة كبيرة وذهول لرؤيته لمهاراتها المذهلة في التحرك والشقلبة هنا وهنا، ويطلب منها ومن مسارو الانضمام إلى سيركه. وفي وقت لاحق يخبر كريستوف نيرومي أن شفاء مرض زونافا أمر مستحيل، ولكن من الممكن إيقاف انتشاره لأنهم الآن يعلمون من أين يتم إنشاء هذا المرض. ويتبين لاحقا أن سبب انتشار المرض هو عربة سيرك متنقل مليئة بآلات ذاتية التشغيل، والحل الوحيد لإيقاف انتشار هذا المرض هو حرق عربة السيرك بالكامل. وبدون أدنى شك يوافق نيرومي على هذا الحل حتى بدون أي تفكير. ومن أجل اكتشاف المزيد من المعلومات حول هذا المرض يعود نيرومي إلى سيده الذي يعلم الكثير عنه
ويعلم الحقيقة المظلمة لسبب صناعة أكوافيتاي، ويعلم منه كيف أنها تحتوي على جميع ذكريات الأشخاص الذين شربوها وتنتقل إلى صانع هذه المادة، وهذا ما يسبب جميع الأحلام الغريبة التي يعاني منها نيروم الآن. والآن حان وقت إخباركم كيف بدأت القصة منذ 200 عام. ترتبط الأحداث بدورة تناسخ الأرواح بدأت منذ 200 عام، حيث سافر شقيقان ويدعيان فاجن وباين، وسافرا من الصين إلى براغ، وذلك من أجل دراسة الكيمياء وتحسين مهاراتهما في تحريك الدمى. ويقابل الشابان في طريقهما فتاة جميلة تدعى فرانسيس، ويقع الأخان في حبها، ويصاب الأخ الصغير باجن بالإحباط الشديد، وذلك عندما يتقدم الأخ الأكبر للارتباط بفرانسيس. إلى هنا تنتهي أحداثنا يا أصدقائي في الجزء الثاني من حكاية ماسارو ورحلته نحو اكتساب قوة لحماية الثروة التي أخذها من جده. نتمنى أن يكون الملخص قد نال على إعجابكم. لا تنسوا ادعمونا بمئة لايك، وهذا كتحفيز صغير للقناة، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة. كان معكم سينشي، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. وأيضا لدينا حساب في تيك توك، نتمنى أن تدعمونا هناك، فهو حساب جميل للغاية، فأنا أقترح عليكم واحدا من أقوى حسابات الإنمي في عالم التيك توك، نقدم فيه أقوى التحديات والأخبار والمقاطع الجميلة من عالم الإنمي. فلا تنسونا من دعمكم، ستجدون رابط الحساب في الوصف. إلى هنا أكون قد قلت لكم كل جميل في هذا اليوم، دمتم بخير يا أصدقائي.